منورني النجم عصام صوصة، اهلا بيك. اهلا وسهلا. سيبك من اللي خلع، اغنيتك بقى اللي كسرت الدنيا، كلمنا عنها. اولا النجاح ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا الناس بتحبنا ودي حاجه برضو بتاعت ربنا، وربنا يديم علينا نعمه ان شاء الله. ان شاء الله. عصام صوصة 2023 هو الاكثر استماعا على سبوتيفاي، ايه رايك؟ مش عايز اقول ده الطبيعي يعني، بس الحمد لله برضو على نعمه ربنا. بتختار الاغاني يعني ايه اللي بيخليك تختار اغنيه دي او دي؟ لا، في حاجات بترفضها ولا لا؟ الحاجات دي بترجع برضو للناس بتتعب معايا يعني، موزع كيمو الديب، عبده، روقة، ناس بتكتب، ناس بتتعب برضو معايا، وانا ربنا جعلني سبب ليهم بس. الشعب الفلسطيني النهارده بيمر بمشاكل وطبعا ازمه كبيره، وكلنا ان شاء الله واقفين معاهم بقلبنا قبل ما نغني. ما هم مش محتاجين غنى، هم محتاجين حد يقف معاهم بجد. بس لو هتقول لهم اغنيه كده سريعه. ما فيش اغنيه هتوصف اللي هم فيه. اكيد اكيد اكيد. بس بتمنى لك التوفيق دايما، وببارك لك على التكريم، ودايما كده مسمع ومكسر الدنيا. ربنا يخليك. ميرسي. شكرا.